بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. عرب فيها جلالته عن خلص تعزيه وصديق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، داعيا جلالته المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر السمو فيها عن خلص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، مبتهلا سموه الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سمو خالص تعزيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر سموه فيه عن صادق تعزيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سمو خالص تعزيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.